موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مراسل حلب اليوم أفاد بإصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة فان بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي. المفوضية الأوروبية تكشف عن سببين أسهما بعرقلة الحل السياسي في سوريا، الأول أن سوريا لم تعد على سلم أولويات المجموعة الدولية، والثاني هو تعطيل نظام الأسد المستمر لأي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية. وكالة الأناضول تقول إن وحدات حماية الشعب التابعة لقسد قسمت الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من محافظة دير الزور شرقية سوريا إلى كانتونات خاصة تحت مسمى مجالس مناطق. وزارة الصحة في حكومة النظام تقول إنها رصدت تزايداً في عدد مراجعي أقسام الإسعاف بحالات تنفسية مشتبهة، محذرة من التهاون بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية يقول إن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى شمال غربي سوريا الشهر المقبل. جامعة غازي عنتاب التركية توقع على بروتوكول مع الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما بهدف تعزيز الكفاءات وضمان التطور المهني للكوادر الطبية في المناطق الآمنة شمالية سوريا.